عفرتو وحاي بساس كلا دجن دت سوامالية مثلا در هاد بيحي دت كسوامالية هل كيف يكوجو جوية ولا يمبا ويدلي مقعيدو ده وحنا لقوش خذ العالي عجى يموليد محمد عبدي أو سومالي لانك سو كيد لبضا نيمبا لبضا نيمبا أو دختر السعودية أنا ما خذ ولا هايان مثلا دختر بيو السعودية لكن وضعهم بيستعمالية وحا حسيت مضى ماشي اللي يراه الهردين وأح حدود مش أقول حدود عن فرتا هي دي عن كصومالي ده إذا ما ضف درار كإثيوبيا وحي بسس ككده شيء ده صومالي ده وصدنا قرر رافيا وعند هين هل كان مرة في كرتان وموجود بكرتان عاد السبب ده كريب كو قاري نورو دي بعثها وده بنا ياشا وارير صومالي ده ده كده يعني كم بيا غنا لنا عاد السبب ولا هذا هذه هي قانان ودو يمكن مرة وهي قانان وقتك ضيع ذا دبك قوم ميسا دال إمك فرصة دورة هيسا وعصر الدنيا مانتا دو دارتي ندح شوقة كبر دين الإسلام كدار الفلاح .com بريال دا عدا دار إلهي وحكوبرا دار الفلاح وقوك هالي مدنين السابر شد قرآن كريم كا إيهاب كا أونلاين كا دار الفلاح .com أي ديار كوا دروس تسيدة تحرا وبحين يوحى كمدة برشاد القرآن ككريم ك يهي قادة تربية أوبت ك يقراءات كقرآن ككريم ك دوكسيغ وحا وهمية سينية إن أردق حفظ سيو قرآن ككريم ك تاسيو كقفي في نيسع عليس كوالدين تا وحانا بيش كمقنين قيب عصوب وقرآن سارة أمي علاجين تا حضوا إسقريستو أي سعطا إي وحي ففاين انتا سدار كلا حرير تلفون هذا شاشد كمغدا بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن صباح وناكسن ايان الله نهي ملك استوى جوكتان كسو دوادة برنامج كينا دبكاد القضب كان وحي نكو يجي دونا حوغا لغا سو شيغا يو دادا اسكو حيدا جيكي يمغالا دا دي سوابا هل كاسيو اي دباتكو جي اي دباتلو جي استداد صوماليا اسلامر كاسينا قومي يدا عمفرتو اي دلي يولي با داوع جي استقار رافضو با يواس استداد صوماليا ايان نو يجي دونا وحي لجو صاحب كي قولي دبران الفلو بلا رنتا سامح كوي دين دون قولي دو سودو ارنتا نواش كدع دي وطبعا ضد الصومالية ذو السعودية تصاب الوشاجين دبعة تحوج اللي هو جيستي محن حكينا أدب ما حسنت هاي صاحبك النور داودية شين أنا وسلامي إن عملوا البرنامج جديد إنك دعوانا يار أنت هسي كذب نور وسيدة دوجي ضد الصومالية نا وجايين وأنتي عراد مدسو شيء تميسة أيود حيسة عن فرت هي الصومالية ليلا دن عصب ضد كشيت كان لاقى لي مسافرين تلوود دبعة تي وضد عدد سببية تشتيجا أود حيسة الصوم ضد كصومالية وانو إيمانيا وحن ربعين كهر ريو مالنا ما دي شرعي هاي دجال عدك وعندما دي يوتيوب يقيب وين كقاته إسلام مركزنا هذاي وحون لهريين أي برنامج لجي مادين يا كده عي قلبك كقبل كسيتي صبح هور مالنا ما دي شرعي dagaal kaasi oo awgii hore sidii awl horeba la isugu ka himan jiray bilowday waxa uu socday saacadii hore ee maalinkaasi shalay ahayd kadibna waxa dagaalka si toos ah u soo galay oo madaafiic iyo duqeyn bilaabay ciidamada federaalka Itoobiya aan fartii la ceyrinayeen waxay galeen xarihii ciidanka dawladda Itoobiya ee gaar ahaan degmada Candhuufo ee ku teesana ciidamada federaalka Itoobiya waxay saacad u sheegeen Soomaali inaysan halkan dhaafeynin أعد وليما مركو هورا دوقين يقعان كهذا بيكو باللابين مركي دنبيه دقال كي قبو بينه فرين تاسي صوفرين مركا دقال كاسي شالي سلا سواها سلا سي دولد فضرال كي عيدن كا دولد دحي يتوبي هالكا كتشوغا وركو دو عديستان فعليين او قعان احانا ايو محاكو راه دا افبا دولد ديقان كسو مالي دا يالوغا فريا وحي اي كي يليسو ايو سيدا يولا معاملس دولد فضرال كا وحا هاد هالكاسي هايستا ما أها عنفر إوى الدولة ده حابية أحمد إذا الحكومة عاد الصوابع أمر هذا إنك صوصية أنت أسمرك اللي جاي ما دو دجالك وحاشرت بيلا لجسوا شيء غيره بيلا لجسوا شيء غيره وضع إسكو حدا تك تك إيو عاد الصوابع بيلا داسو عنفرتو لو عتذا كل ده علي دجالك وحامر خاتي مضانة إني هير والبسوق دبتي أو أي حنونك أي درينتي كخصبتي يعني ودوين كنتي استعجان قف البص مالي أي ديان قف إسر كيسو سومالية وحد قرن كرت ماشاس إن نمان كرت ربع هذا حن أي قد عضي أي كخصبتي يعني ودوين سو استعجان وحربا أنت أنا حكت بشيجين إن أنا كوب اللابو نندتك أردن أي أدو أو قرن أيام أو علي لي ده ده نقوليهن عن فرتة تتك أو دغدغاقة
علي عمر كيما علي عمر كلف تركيسي يا وحو دحتاغن هي بس اي سارين هين عرور هاوين هي ضد مساكين هو دكتور اتسوا او صودا ددكا سومااليد و هانجبيا وحو ليهي ايدينكو اسلام شيغانيا يا قبر دهر يا دولو يا قبر بياح كاتيمادين dulka nagina nagu leeyneysa waxa uu sida ku leeyahay odaygii dhanaa ee social media aan farta uga hadlay jiray waa gabdh yar yar iyo hooyooyin dhaqtar u socdo aad isoo socdo oo ay baska kala degeen qaar way laayeen qaar madax furashay waxay istaan kuwi kalena waxay rabaan bay ka sameeyeen muqaalka rabaa markii hore inaan fasaxo kadibna dadka dhintay iyo xogtu sida ay tahay baa dul istaagi doona inagoo digniina u diri doona dadka Soomaaliyeed كفر سرا ماشي ادو قبر الدار يا قبر بيحيى الدوله انت كتباتو وبرتمها حتى ما كان قدليسي هو حطنا يغ فاني سد مغخ سومايي بيمو واسلام نسو شيغيسي سومايي هدا وحد وترين وتريان كل كي سومايي دي سومايي دي باستا هو اجاجان انا مركه اف سومايي سا كابوديو سي في عم بوغو الله سومايي marka waxa uu sida leeyahay qabridaar adoo ka yimid baa dhulkayga ugu dileysa waa gabadh marka kaameerada waxa qabanaysa ba gabadh yar oo maxaan ku jiraahday kursi ku fadhido miskiina oo waxa uu sheegayba aan waxba ka ogeyn dadka qaar kood dadadeedu 7 sano ka weynaba waa ilma yar wuxuu sida ugu qudbadeenay oo madax furashada waa haysta waxaan rabaa inaan markan dul istaagno ta maalinow shalay ahay aan farto waxa ay basas kala degeen dad Soomaaliyeed mise darad bay ahay dadka Soomaaliyeed halkii ay ku googooyeen way laayeen ba way dileen magacyadooda waxaana lagu sheegay Khadar Cali Ciige iyo Mawlid Maxamed Cabdi oo Soomaaliland ka soo jeeday labada nimba oo dhaqtar u socdayeen ma qaad walay ahaayeen mise dhaqtar bay u socdeen laakiin wadadan bay isticmaalayeen waxa xusid mudan meesha la yiraahdo Hardin oo ah xuduudda meesha ugu dhow xuduudda Canfarta iyo deegaanka Soomaalida ciidamada federaalka Itoobiya waxay basaska ka dejiyeen dad Soomaaliyeed oo 30 kor u dhaafay oo ay dhahayn halkan ma dhaafi kartaan oo uma gudbi kartaan hadii sababtu ah amnigiina ma damaanad qaadi karo baskan waa la idin kala degayaa waana la idin dilayaa waxa intaas ii dheer dadka ay dileen labada nin ee Allah u naxariistay ee hada dileen marka laga yimaado dad kale oo ay madax furasho hadda u haystaan ba jiro oo 700 kun oo lacagta Itoobiya qofkiiba ay dalbadeen 700 kun ha oo maana ganacsadaan ba keenan de haday dileen oo galaan way leeyeen haday lacag ka helaan way qaadan laakiin wuxuu ujeedadoodu waa wan inay cadaw ku yihiin umada Soomaaliyeed markay sidaas tahay xaalku ee arintu ay sida u qaraa dhahay nuru waxaa nasiib darro ah in dad Soomaaliyeed ay wari tigeedan jigjiga ka goosanayaan wadada khatarta badan ee dadkii qaarameedkoodi yeelan qaar wali madax furasho loo haysto ay isku biimeynayaan oo ay jigjiga tigeedan intay ka goostaan basaska lagala degayo ay raacayaan iyagoo aad sababo u socda dadku diyaarad ma wada raaci karo laakiin diyaaradaas haday xitaa qaali ku tahay diri dhawa waxaa jira tareen laga raaco oo 700 iyo konton biro lacagta Itoobiya hadaa qol VIP aad rabtana 1500 lacagta Itoobiya aad ku raaci karto marka dadkii Soomaaliyeed kama waantoobayaan hadda ciidamada Itoobiya 30 qof ay qabteen ee ay basaska ka dejiyeen dibba loo soo celiyay jigjiga jooga oo warwada kale aad sabab u martaan raasada laguma karayo dadkii Soomaaliyeed dibba ugu noqonayaan bartii bay marayaan lagu qalanay kuway aad sabab ka soo baxayeen halkii bay soo marayaan awash baan loo fadhiyaa marka dadkani dad deegaanka ka tagay kaliya ma aha waa dad xataa maaratay ka yimid waxay u badan yihiin 900 qoladii oromada jaalaad ee heer Soomaaliland ma had sa oran meene resmaal lama u badan yihiin waynu dhahaynaayo waxa aan hadda deegaan shacabku ma jeclaanina fiiri wax jeclaaday garan kala garan ma yaanu wiye ruux yar iyo ruux weyn wixii aad laba meesha uu jecel yahay iyo siyaasi bi laakiin dadka hadda dibku uu gaaray maamulka iyo daagaas bay ku kooban tahay hormajada dadka dibku uu gaaray nuro dhibaatada hadda dibanayaasha waa reer Soomaaliland dadka deegaanku ma yaqaanaan naadi sababo laado
هذه أي قانون ودوين كي مران ويا قانون يا قرارة ترى أنا كاي يرينين تودون الله قمنت كل قائل كي يوم حبضي يا ولا اللي ماذا تنكو ذكلي أنا أمريين تبيان كنا إلى أقولي لا قط بضينا يا هذا وهذا كسمال لان كسر القرية مرك الله أن يدي مت الله ونحرسته قوة الله يستن إلى يسود أيو محاكو راح ذا دقنين تنا سير قطان هنا قطان وأي دتك ديجان كوجسه الرجي إيه شوقة إيه دبعي كذا قرنية إيه على ود دتك قرنية أي وحويديان يا في عنان الله دتك صام وحيو شوقة أني ما كان عم فرتع صومالي مرك صومالي ده سيدا أوبر رسانو حكي ولالك ومودي يابي كيف سوماليكو وحبودي يا إني ولا ليه عنفر وتتقار إيسيان ها وهي رئيس هيان قونا عنفر يقونا سومالي بيكتاه كيف سومالي مكوان الله حتى مكنا يقانا جبوتي بين قررين سومال لان بين قررين بوت لان بين قررين هبرو لان بين بلايا لان بين قررين سومالي واو سومالي مركا سوشال ميديا انت وبضان مركا كور رمينا دعدوين كقبل قلبات كسيتي وحتى هذه لا هي لا أبتر صلاة أنا لا أبتر سيا هاي سوامالي قد برك لقيه مات كوا هاد ده لبعض هذا أنت وقبة ضاني مرتين قليلة ياي وحين الله هاي نوجادين عفريت قاعدين وبراش نوجادين يا إساقي مشهر تاني بحر كيتونا يهبلو تونا ما تقام سوامالي واو سوامالي دير كعاسية مدب كعاسية لو قد على صار لو حكومة يا أنا وعفر ما كنا نغنى إننا قلنا ما كنا نقارن، عن فرس كده حوا توبيان ونبا حواشين نوع، ماركا، كوا أنت إنو كلا سارين قار ولا لا إنو قد يقار ربح لك إنو قد يجي، هنلاقي إيمان كله يدك سعيد، تجنينا هانا قات، ماشى سنة وحوي دي كمان صهر ريان، دختر رميلا كله، وادو آلي كرتان، هدي أيضاً ديارة، ماركا حرب دمر والله كخطر بنا تعيش وما سيدي هري، مار هدي ودو اللي سويس تاجيو، عن فر وقار سنة صدقك مساكين تا سفر ككوم مري ودوينك، رنتي ماشى ويسير خرالة نزاع. قبرنا عير هذا نيكو ودولت عيني هاي أولي يا قبر دهر باقتيم تدوبشيركا تدوبشيركا هيركو قرسي وعركتان نندل يرا حقيت شو جا كقور قاضي كراح وجوه كقور قاضي كرا وحقبان كرا انتي شو جا مرك قبرنا عير تدوبشيركا على لي هاي إسلام بتشي جانا إسا قبر دهر يا دولات كسو يا قبر بياح بات كسو دوشي رول كي جي بدي قدي لي إسا محي دشة وراها إسا مسكين تير زي رختار كوسعد tabari halka si aan farka maraysa kuwaas ay rabtaa inay maxfurasho ka qaadato kuwaas ay rabtaa inay googowraado magac ay u dhimanayaan waa Soomaali leedima kale yaqaan idinka iskala qaad qaada idinka heer hebel iyo bahalkii yidhaahdo markii dagaalku uu socdo idinka kala jacel oramiya aan far iyo amharo laakiin iyadu idinka kala jacla way idin naceb tahay waxay idin tahay cadowbay idin aragtaa ilmaha yar ee toddoba jirka aqaabka ay ula dhaqmeen ku qos qaata muqaalkaas dadka baska ugu xareysan ee sidaa loola hadlayo jawaabahaas bal diyaariyay idinku intaydan baska aad sababi iyo jigjiga aydan tigirka u goosan qadbu maasiye saaxiibka guuleed Ibrahim Al-Filow digniinada wanaagsan intaasan ku soo koobayna qodobkan intayna qodobada xiga hadii rabi qadaray soo iman doono sidaas iyo nabadgelyo salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh shacab yahow buqranii waa bishaara maanta guriyihii batay markaa ay baratameen waxa buuga galay oo bilic looga haray guriyaha ay dhiseeso shirkadda Farjano Apartment Limited hadoo baleg dhismaha ugu bilicdaroon hadii baad goob guri aad ku jirtaa mabaahi weyn aad u qabto waxa ino balana dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guri aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismaha ugu dambeeyay dunida shirkadda waxa ay ka dhiseysaa guriyo kala duwan xaafadaha kala Isli Jujae, Pangani, California iyo Parklands waxaana mashruucan ka hirgelinaysa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi guriyaha ay shirkadu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi guri walba waxa uu diyaarsan parkingkii gawaarida waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka guri walba waxa uu leeyahay ceel kaasi oo daboolaya baahida biyaha ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac sidoo kale waxa intaas uu sii dheer motorka korontada nadaafadii goobihii jirdhiska iyo halkii carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkadu dhiseyso wixii faafayn intaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo